أختين يتيمة جينا مع أمي وانقطع الطريق بال 67، احنا جايين بال 66 من 6 سنين وانحرمنا. أنا مفجرة عائلة أمي وأختي عائلة بيي، يعني كل الطرق ما كنتش أقدر، حتى للمحرم ما كنتش، لحتى الله بعثنا رحمة ورحنا وتراجعنا ببلادنا. يعني الطالب عم يحكي، الكل عم يبكي. أهل 67 ولد وخي وأخت، عندي 12 خي وأخت، تعبش حدا منهم. يعني أصعب من هذا بدنش يروح من بيتي ليل ونهار، مش قادر يشتغل هنيك يضيعهم. يمرق خيا يسأل عنها ما تعرفوش. ما في أختي كمل، كيف يمرق خيك على الطريق؟ صباح الخير للجميع، الله يسهل فيك. احنا من سكه سوريا وجينا على هون قد الاحتلال. كانت روحتنا مفاجأة لنا ومثل العيد لنا ومثل حلم وتحقق. شفنا اخوتنا وما عرفت حدا منهم. وبيي مريض وشفنا والحمد لله حلينا والحمد لله. كان صعب كثير وانا سالت. اخوها يدور عليهم على الطريق. هن بيعرفوش اخوان واخوهم بيعرفوش. عم يدوروا على بعضهم هن جنب بعضهم ما بيعرفوش بعضهم. صباحكم بالخير جميع، اهلا وسهلا فيكم. نحن من هون زياره على وطننا على سوريا، قلنا نشوف اهلنا وقرايبنا وزرنا اهلنا وزرنا اولادنا وزرنا اماكن المقدسه. والشوق الكثير بنفتح في منطقه بعين الديني، استشهد فيها ابن خي شكيب وجبل عزيز، استشهد فيها ابن اختي عزيز نزيل وزيد، استشهد فيها فايز محمود، وراوا جامعهم بهذه الارض. وبدنا كنا نحضر عند خي ونشوف ونقنعهم الاثنين وبعين الدين يوم نتوفى الله يرحمه ويرحم اللي ماتوش هون. وزرنا القبر وزرنا هذيك المنطقه، لكن كبير هيك متمنين ان نزور المنطقه، مش لانها يعني لان هيك فيها دم من اولادنا ومن اهلنا. ورحت زرت اختي في جبل العرب بالسويد، تركت اختي كمان يعني بديش نشرها عند الشنطه عم تموت، بتعرفي شنطه بتتوفى. والحمد لله ورحنا وجينا والله طعمنا هالزيارة. ان شاء الله دائما زيارة دائما. ان شاء الله كلكم بتزوروا بتزوروا كثير والكل بيشوفوا اهلنا من قريبكم. اهلا وسهلا فيكم، شكرا لزيارتكم اللي جيتوا كلفتوا خيركم من الشقة بعيد جيتوا كلفتوا خيركم. اهلا وسهلا. صباح الخير للجميع، اهلا وسهلا فيكم بالجولان اللي هو ارضكم وبيتكم. والمأساة اللي بتحكوها انتم بنحكيها نحن، والوضع اللي عايشينه انتم تماما عايشينه نحن. بنشكر دعمكم من عرب، بنشكر يعني اخواننا عرب الداخل على دعمهم لنا بكل معنى الكلمه يعني. بارك الله فيك. فانا من الناس الاقامات اللي كنا بالرفد، رحنا على الجولان على دمشق محملين بالشوق والحنين، ورجعنا كمان نفس الشيء. مش راح احكي اكثر ما حكوا الخوين، حكوا مني بما في الكفايه. يعني كانت زياره كثير موفقه من هون ومن هونيك. يعني الكل كانوا عم يحملونا على الاكف تقريبا، وشاهدناه هونيك، شاهدنا بحر من العالم عم يستقبلنا، وما من الشيوخ الافاضل اللي هن كانوا عم يزوروا الاماكن المقدسه بما فيهم الجامع الاموي وكل اماكننا المقدسه في الوطن الحبيب. واهلا وسهلا فيكم، عملونا اصدق مشاعر الحب والتقدير. لما رجعوا بعد عودتهم بعد جمع الشام مره ثانيه، كمان تركوا اخي بسوريا، ولم نتمكن من رؤيته ابدا يعني الا بعد ما فتح الطريق الاردن. شفناه مره، والمره الاخيره شفت خي فيها معلش جيت محمله بمرض العضال، وبدي اقول لخيي وبدي اقول لوطني بدي قاوم المرض، وقام كل شيء بيحصل الطريق من سرطانات بشريه وسرطانات مرضيه. اهلا وسهلا فيك. مش بس عرايس من هونيك، اجت كمان عروس من عندنا وام العروس اللي راح تغربها. صباح الخير للجميع، اهلا وسهلا فيكم. بدي راح اتعلم من هونيك وغيرها من عمرها 14 سنه ورحت زرتها. لما تغير الحيل نجمع الشمل ان شاء الله كيف بدنا نشوف معلوم قريب. اهلا وسهلا فيكم. نحن مش بس عندنا من بعد ال 67 وراح اولادنا تعلموا، نحن على طول كان الوطن العربي بيجمع شمل الجميع. والوالده من 49 تزوجت لهون من لبنان، بس بعد العمر الطويل التقت لان كمان عادت الكره وزوجت بنتها لدمشق، التقت باهلها كمان. يعني اهلا وسهلا بالجميع، مهنتي
نحن رح زرت بنتي بعد زواجها 27 سنة، والتقينا بالأهل والأحاب والقرايب كلهم، والجميع بيسلموا لكل الأهالي وكل الأحبة والطيبين وبخير، ونتمنى إنه يزور الاحتلال ويسمع شمن الجميع، ونكون كلنا بتحت علم واحد نرفق على الجميع إن شاء الله. نحن نتشكركم كثير، أهلا وسهلا بالجميع. أهلا وسهلا فيكم، ونشكركم على زيارتكم لنا. أنا رحت شفت عندي ومن عندي على تراس الموت، يعني اثنينهم أم وابنه، ابن عمتي دكتور بالجامعة يعني شوية، رحت شفته وحضرته زيارة يعني مؤلمة كثير. وعدنا إن شاء الله نرجع العراق يستمر الشغل بأي طريقة، بالسلام بالتحرير بش اسمه مهم. أنا مرة كنت زيارة ومات ابن أمي ورجعت، يعني هو يوم راح ثاني يوم توفى، ثاني يوم توفى ابن أمي ورجعت. هذا بال يعني بالحضر عاد اسمه، وأنا جاي بالشخص قلت لها البيت يعني لا لأني علينا وما علينا وما علينا يا هذا الكتب ربي علينا يا جمعية الأمم أنه علينا وخلي الوالد تشوفه مثال الخير مسيكم جميعا يا يا ربي اجمع سملنا يا وسملكم جميعا ارجعوا كانوا مأسفة كبيرة وقد كثير يعني. قلنا لله وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة أن أم كلثوم، وهذا الشيء مستبد منكم أنتم أهل فلسطين كلياتكم، يعني علمتونا على الصبر وعلمتونا أنه الناس اللي حامل مفتاح دارها إن شاء الله لابد ما يوم ترجع تجي تفتحها. من دمشق من عطر الياسمين من دمشق التقيت في عندنا مكان نحن مرجع للطبايا كلهم، هو بيقدم طعام بوضة يعني اسمه بقداش، وهذا طرح أثري. التقيت بالصدفة هناك بزيارتي لدمشق، التقيت بوحدة من إخواتنا من أهل القدس، وبعدها ولا مرة إيش على القدس، وحملونا أشواقهم لفلسطين، حسدونا انه كيف نحن نتواصل معكم، كيف نحن منزور القدس، كيف منزور رام الله، كيف منزور الناصري، حيفا، عكا، يافا، منزور يعني كل فلسطين بالبال. فحملونا السلام لكم، ونحن نستمد قوتنا منكم. بالنسبه لي انا زيارتي لعند اهلي بعد 23 سنه ونص، التقيت اهلي والتقيت رفقاتي، زرت بيتنا مسقط راسي، حكيت مع كل اللي بحبهم، وان شاء الله يا ربي مثل ما نحن الله طعمنا نزور بلادنا، ان شاء الله الفلسطينيين بالشتات يرجعوا ويجمع شملنا وشملكم ان شاء الله. امين يا رب العالمين، واهلا وسهلا فيكم. بدي غني لكم عراق. Yeah.
واللي وجهك علي كل الناس عوضهم يعني كل بلاد، بس كانت نقص كثير كبير. حملت كثير من الجولات ما حملت الشهاب، واول زياره كانت لقبر بايوني، وبعدين الحمد لله لقيت هنيك الكل اهلي والكل احبائي والكل حاسين فينا، وما حسيتش بعدين اني يعني كثير اني في فرقه انصافي، ولكن لقيت كل اخوي واهل واحبه. الحمد لله عندي خوات وعندي اولاد خوات وعندي اولاد عم واولاد عم واولاد خال كثير الحمد لله، فرحتنا وشرفتنا وتعرفنا عليهم، وان شاء الله نتمنى نمتلك السلام والكل يشوفوا اهلهم ونحن وانتم يتم التحرير. وراح دارة الوطن نتمنى اهلا وسهلا بالضيوف نحييكم. ب43 شفت شختي قبل شفارها بسطنا كثير، وان شاء الله يوم السلام على اللايلاند كلها تتحرر البلاد والارض. اهلا وسهلا فيكم. كمان في شغله بدي احكيها، هي بنت خالي ولا مره شايفتها ولا بعرفها، يمكن عمرها 60 سنه، بس التقيت فيها على الوجه على الشبه انها بتشبه لامي. كمان كنت جرمينا ماشي بالشارع في ابن خالتي بعرفوش، كمان عمره 60 سنه، عم بتميزوا على اساس هيك انه زلمه مريض عامل عمليه قلب، عم بتمشى بالشارع. طلعت بوجهه قلت له انت اسمك رياض ابو صالح؟ قال لي ايه، وانت مش بنت خالتي لان وجهك مثل خالتي وانت وجهك. أنا أعتقد أن